هذا في معنا الجينيسيس بعد ما خلص التحديث. الآن نشوف، طبعا ما قد اشتغلت معنا الشاشة، ننتظرها الآن. أول ريستارت بعد إعادة التشغيل بعد التحديث. هذا الآن قاعد يحمل الخرائط. الآن ضبط الوقت والتاريخ، الساعة ضبطت. هذه الخرائط الآن. محل قدامك، خليك قاعد. خليك قاعد محل قدامك. هذا شارع الغرابي، هذا أم سلمة. إن شاء الله كلها مضبوطة. هنا نشوف خيارات الكهربلي والأندرويد أوتو نزلت.